الإنسان كريم بطبعه، يميل للإيثار ويراعي احتياجات الآخرين، وفقاً لبحث جديد أجرته جامعتا ميونخ الألمانية وزيورخ السويسرية. تقول الدراسة إنه كلما فعل الخير أصبح أكثر سعادة. كلام جميل. إذن ماذا عن البخلاء؟ وكيف تكتشفهم في بداية العلاقة قبل أن تقع الفاس في الرأس؟ خلينا نشوف كيف النقاشات على السوشيال ميديا. منى شعبان صانعة محتوى تطرح حلول ساخرة لعلاج الشريك البخيل وإجباره على الإنفاق. خلونا نشوف. خطيبك بخيل؟ جوزك بخيل؟ الراجل البخيل يا حبيبتي احنا بنعمل له حاجة من الاتنين ملهاش تالت، يا بنعالجه يا بنخلص منه. نعالجه ازاي بقى؟ نروح مطعم غالي قوي ونقعد واطلب الطلب وابدأ اكل، بعد كده اتصل بيه او ادخل محل هدوم فخم كده وشيك، انقي كم طقم حلو قوي واقف على الكاشير استناه، جه اهلا وسهلا وحاسب وبقى محترم وجميل، يا سلام يا بختك. معيش مفيش مفلس، لا مش هندفع، لا ده غالي، مع السلامة، وتيجي تبقي خلصتي وريحتي بالك. لكن هتعود يا حبيبتي تستحملي بقى، هنوفر قد ايه، اكتبي ورايا في الكشكول، مش عارفة الكلام ده، ما عندكيش وقت من البداية كده، لا بالسلامة واللي بعده. ما أعرف إذا أتفق مع هذه الفكرة ولا لا. خلينا أروح لزميلة الريان. يعني هل تشوفي أني أحط الرجل في موقع أو موقف أنه أخذ مطعم مرة غالي وأشتري ماركات مرة غالية، وبعدين الرجل إمكانياته المادية محدودة وأعرف أنه موظف وراتبه بسيط، وبعدين أحكم عليه أنه بخيل عشان ما دفع الماركات الفلانية ب10,000 دولار؟ لا، بعدين يا ريم هم على فكرة الرجال أذكياء برضو يعني، وبيعرفوا تماما أنه واقعين في خطة أو فخ أو اختبار زي ده، فهم عارفين. أصبحت خطة مكشوفة صراحة من البنات أو من السيدة. أنا أشوف هذا ظلم للرجل صراحة. تفضلي يا ريان. على الرغم من امتلاكهم ثروات طائلة، إلا أنهم عرفوا بالبخل. إليكم أشهر البخلاء. نبدأ بنجم الكوميديا الصامتة تشارلز شابلن، الذي وصفه زملاؤه بأبخل رجل عاش على الأرض، وبحسب سيرته الذاتية كان يتهرب من دفع الحساب عند تناوله الغداء مع أصدقائه. أما أبخل شخصية في العالم بحسب موسوعة جينيس فهي المستثمرة الأمريكية هيتي جرين، التي عاشت في القرن 19 وتعادل ثروتها هذه الأيام أكثر من 2 مليار دولار. لم تغير ملابسها طوال حياتها، وكانت تذهب للعيادات المجانية باسم مستعار لتتجنب دفع كشف الطبيب. وطبعا المليونيرة البخيلة إيمي إليزابيث، التي تنفق 1,000 دولار شهريا بينما تبلغ ثروتها 5 ملايين دولار، تتناول طعام القطط وتقدم لضيوفها الطعام نفسه حتى لا ترفع فواتير البقالة. عودة إلى ريم. عودة إليك يا ريم. يعني رأيك شنو؟ هم يمتلكوا ثروات طائلة لكن يعني بيصرفوا بحذر أو حرص شديد أو بخل. يعني لولا هذا الحرص لما امتلكوا هذه الثروات. ماذا تعرفين عن الحرص يا؟ أنا صراحة زعلانة، ليش تقولوا عنه بخلاء؟ بل هم حريصون. حريصين؟ لا، هم تخطوا مرحلة الحرص. هم دل حاليا واحدة في موسوعة جينيس يعني. آخر واحدة هي تخطط بالفعل موضوع أكل البساس، وهذه صراحة صعبة. عموما حنناقش هذا الموضوع بتفاصيل أكثر عن البخل والحرص والصرف وكذا. يعني هل هو مرض نفسي؟ هل هو مشكلة؟ طب كيف أكتشف؟ عموما نرحب بضيفنا من القاهرة الاستشاري النفسي الدكتور نادر ياغي. يسعد صباحك دكتور نادر. يسعد صباحك إن شاء الله. يعني صار في لغط عند الناس، يعني الإنسان اللي يكون حريص ولازم يخلي باله من فلوسه حتى لو غني، ولازم يخلي باله في مصاريفه ويطلع مع أصحابه يقسم الشيك ويدفع حقه، بس صاروا يقولوا عليه بخيل. يعني هل هو المفروض أنه يصرف على الناس يعني عشان عنده ثروة وغني؟ طب خلينا أول شيء نحدد يعني إيش هو الفرق ما بين البخل والحرص. في فرق كبير وشاسع. يعني أنت المثال اللي قلتي عليه بالنسبة لمكان الكافيتيريا أو الكافي شوب، نعم. الحريص ممكن يعمل هذا الشيء، هو يدفع فقط الحساب تبعه. يعني حتى احنا في بعض الأحيان بنقولها في المجتمعات تبعتنا احنا هندفع الفاتورة، نظام إنجليزي. حتى في بعض الأحيان بيكونوا بنات مع بعض بيقول لك خلص، بيمسكوا الفاتورة وبيحاسب كل واحد على قيمة الأشياء اللي هو أخذها.
هذا فيه يكون له حر... له بخيل ولو حريص. هذه نمط عند بعض الأشخاص. نعم. البخيل في البداية أصلاً هو بيرفض تواجده في هذا المكان. في فرق ما بين أني أنا أكون حريص على صرف المال بس لكن أنا بستمتع بالمال. فرق هناك ما بيني وبين البخيل اللي هو أصلاً ما بيشتري هذه الأشياء وما بيحاول يجلس في هذه الأماكن. في أشياء كثيرة تختلف ما بين الشخص البخيل والحريص. يمكن جداً. عنده التزامات كثير يا دكتور يعني، ويعني وعشان كده ما يقدر يروح دي الأماكن، فعشان كده لازم يكون حريص على المادة. عموما خلينا أرحب كمان بزميلنا أسامة من الأخبار. أسامة إيش رأيك في هذا الموضوع؟ صباح الخير، هل أنت بخيل أم حريص؟ لا الحمد لله لا زي ولا ده ولا ده يعني يا ريت. مش حريص؟ لا خالص يعني كريم؟ عندي مشكلة. لا هو كمان أحيانا يعني ممكن ما اكونش ما بقدرش انه لكن هو اللي محتاجين كمان نساله للدكتور هو ايه ممكن يخلي الشخص يوصل للمرحله دي. هل من الممكن انه تحصل تجارب في حياته تحوله لشخص بخيل؟ ايه بالضبط يعني؟ شوف البخل نوع من انواع السلوك. أنا بيكون عندي سلوك يبدأ مثلاً من المراهقة أو يبدأ من أنا إمتى ابتديت أحصل على المال أو أنا ورثت مبلغ معين من المال فأصبح عندي سلوك بعدين يصبح نمط في الحياة. أني أنا كان عندي مثلاً زي موضوع قضم الأظافر ممكن أنا يكون مثلاً أبدأ في فترة صغيرة في المراهقة بعدين تصير عندي عادة تأخذ وقت عشان أبطلها. هنا شوف من أصعب الحالات للأسف وهذه الحالة الوحيدة من البيشنز اللي كانت بتجيلي حالات البخل اللي للأسف ما قدرت ألاقي لها علاج. كل نعم. الحالات اللي ممكن تتخيلها في حياتك كان لها طرق ممكن لعلاجها. البخيل للأسف هو بخيل حتى في بعض الأحيان على نفسه، بخيل على العواطف، في أشياء كثيرة تكشف. طبعا حتى بخيل في المشاعر، أنا حتى البخيل أنت ممكن تبدأ تكتشفه حتى المرأة أو الرجل أو أي حدا فينا ما عمره بيستخدم عطور للعلم، بيعتبر هذا الشيء يعني من الكماليات اللي ما إلها أي لازمة. نعم. ممكن ما يستخدم ساعة، ممكن في أشياء كثيرة هو لغيها. هذه مؤشرات مهمة يا دكتور اللي ذكرتها، يعني خصوصا البنت في فترة الخطوبة لازم تخلي بالها من أنه في مؤشرات تدل على أن الشخص هذا بخيل. عموما خلينا نروح إلى مصر عندكم، سألنا السيدات كيف تكتشف الفتاة أن خطيبها بخيل، خلينا نشوف. أعرف أن خطيبها بخيل، هو بيبان في المشاعر الأول، يعني بيبان هو بيهتم بيها ما بيهتمش، بيفتكرها مثلا في الحاجات البسيطة، في الهدايا، في العيد ميلاد، مشاعره بالنسبة لها عاملة إزاي. بعد كده بقى بتيجي مسألة الفلوس دي، بيبان بالتعامل في الخروجات طبعا، هل هو كريم أو بخيل، الهدايا، المناسبات، لما يقعدوا في مكان أو كده هي اللي تحسب على الغداء أو يتعاملوا معاملة إنجليزية لنفسه وهو لنفسه. البخل مش إن هو بس فلوس، هو بيبان بخل في المشاعر، البخل لا البخل أنواع كتير يعني. البخل في المشاعر وهذا شيء مرة مهم كمان يعني ذكرته السيدة. كمان على الفيسبوك سألنا المتابعين كيف تكتشف الفتاة أن خطيبها بخيل، وجاتنا الكثير من التعليقات. الله معلقين على يعني ليه الرجل يعني انتم معلقينها بس في دائرة أنا حد اللي بقول ده الرجل مظلوم في دي النقطة. خلينا اخترنا منها بعض الإجابات. نسيبة جابر دار من السودان تقول البخيل من كلامه واضح، اشتريت الحاجات دي بكده وصرفت كده وأديت فلان كده وضاعت مني قروش كده، أي حاجة يقول في قيمتها وكلامه كله حسابات معناته هذا بخيل. عفاف شايبة من تونس تقول البخيل يكون بخيل حتى في مشاعره، هذاك لما تقابليه أهربي بسرعة. صح. نور المزايدة من سوريا تقول وقت يعرف ويحس ناقصك شيء وما يجيب لك إياه، أو وقت يتهرب من أي شيء بده دفع، ووقت يكون حديثه كثير عن الماديات. أخيرا سارة المهدي من مصر تقول عمره ما فكر يشتري لي حاجة دايموند وأنا مخنوقة. يا لهو دايموند دايماً مرة واحدة. والله أنا صراحة حزنني الرجل. أنتوا يعني لا بس أنا ملاحظ أن أنتوا يعني عايزين تربطوا الصفة بالرجل فقط. مزبوط. خليني أقول لك نكتة بقى على ست بخيلة. قولي. ست بخيلة بعتت ابنها يشتري ثلاث رغيفة، رغيف ليها ورغيف لي ورغيف لباباه. حلو تمام. طيب ابنها راح السوق اشترى العيش ورجع لقى مامته مقابلاه في نص الطريق بتصوت، قال لها في ايه؟ قالت له ارجع بسرعة رجع الرغيف لأن أبوك مات. يا لهوي
نبغى رغيفين ما نحتاج يعني التالت. وهنا برضو الدكتور نادر يقول لنا هل الصفة دي يا دكتور بس لأنه أنا حاسس أنه الموضوع بيتخذ حصري في اتجاه الرجال فقط، يعني مش عارف أنت رأيك إيه كمان من الواقع؟ لا شفت لا لا سيدات هو بخيلات هو حتى ريان يعني في لا 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 هو شوف القصد أنه الرجل هو اللي بيدير الأموال أكتر من المرأة، فلذلك نحن بنقول أنه نسبة الرجال اللي بنتكلم عليهم أكتر من النساء. لا طبعا في سيدات للأسف بيكون عندهم بخل شديد، ولكن إحنا بالذات في الوطن العربي لا، الرجال هم اللي حتلاقيهم أكتر عندهم هذه القصة تبعت البخل، ففي اختلاف ما بين الاثنين. طيب أوكي، خلينا نرجع للمؤشرات. يعني كنت أنت بتتكلم على بعض المؤشرات اللي بتدل أنه السيد أنه الرجل هذا أو شريك الحياة بخيل. أبغى أعرف إيش هذه هي المؤشرات اللي في فترة الخطوبة اللي يكتشفها الشريك، عشان لا تزعلي أسامة، الشريك لشريكه في فترة الخطوبة، إنه هذه مؤشرات إنه هذا الشخص ترى بخيل وقد يكون بخيل في المشاعر أيضا. ما أدري سامعني يا دكتور ولا لا؟ لو سمحت. يعني للأسف دكتور ما هو سامعنا، ولكن بالفعل في بعض المؤشرات في الخطوبة. أنا ماني من الناس اللي تؤيد فكرة إني أخذ زوجي أو خطيبي على مطعم فخم. أنا أعرف إنه هو موظف وراتبه محدود، هو مش غني أو هو ثالث. أي صفة أعتقد إنه الإنسان يستطيع التعامل معها إلا صفة البخل. صفة البخل، لأنه البخيل مش بخيل ماديا فقط، البخيل كمان بيكون بخيل في مشاعره، بخيل في إحساسه، بخيل حتى في وقته. بالنسبة يعني بالنسبة لحياته بشكل عام، فلا ده طبعا صفة سيئة جدا، صعب انه اي حد يقدر يتأقلم معك. انا اتفق معك أسامة، بس هل معناته اني انا اورط زوجي او خطيبي في اشياء مادية؟ يعني انت لو في الموقف ده اخذتك عشان تشتري ماركة غالية او مطعم جدا فخم او هاكل وأقوم واسيبها هي بقى تحسب. بس يعني مش لا طبعا مش ده مش مقياس بالزبط. افتراض انه انا امكانياتي اصلا ماديه ما تسمحش بالزبط. يعني في شخص علق وقال مثلا تشتري لي دايموند، طب ربما انا امكانياتي الماديه لا تسمح باني اشتري ده. مظبوط. عموما نشكر الدكتور نادر ياغي على وجوده معنا لهذا الصباح، شكرا لك يا اسامه. يعني وذكرت نقطه مهمه، البخل ليس متعلق لا طبعا في الرجل بس انتوا كل الصفات السلبيه ما شاء الله بتحاولوا دايما تلصقوها. والله انا مع الرجل في هذه النقطه وضد استغلال الرجل في ناحية الصرف، في إنه عشان يثبت لي إنه هو كريم يشتري لي سيارة. بالعكس، الرجل غالبية الرجال في العالم العربي كمان تحديدا بيضيعوا حياتهم بالكامل، كل شغلهم كل وقتهم في سبيل أسرتهم، في سبيل زوجاتهم، في سبيل أولادهم. شكرا لك أسامة لك معنا. من آخر جماعة ليش اعطينا التفاصيل متشوقين. مثلا صارت حكايه لي انا صاحبتي، خرجت معاها، مشيت هي وياه القهوه وقعدوا عملوا قهوه، كي جاي باش يخلص ما عنده سيرفور بقى يستنى فيها على 50 فرنك. يخرجها كوم كوا باش يعملوا قهوه ويقعدوا يدوروا هكاك في الفيد ولا هاني نسيت ستوشي ولا الفازت هذيك. مثلا تعجب هذا حاجه في هكا في بقعه حتى اخوها قولها ضروري نسيت فلوسي في الدار، قال لي ياخذوا بيتزا نص نص. بيتزا نص نص؟ كل واحد اشترى بيتزا معني. اشترى بيتزا معناتها انت نص وانا نص، هكا كتعرفوا مش حاح. هكا عرفت تحسوا كي عملوا تكتيك كامل. فهمت تكتيك هكا، باش هي تفدك تقول له مش دقيقة بركة اش عامل؟ يقول له ليه والله ليه وقت يشوفها صاي خلص يا بنتي خلي يهديك ربي. هذه البداية الساعة. من غادي نبداو بتكتيك اليوغا. تكتيك اليوغا صحيت. تكتيك الثاني تكتيك الشبع. تكتيك الشبع صحيت، عامل روحي ديما شبعانة وشنو بشرة. ولا كله كذبة. هي تحشب بطبيعتها باش تقول له هي سيش على كيفك حبيبي تحب خضري بطبيعتها تحب تركحه. ايوه تكتيك في تكتيك معناها.